أنا اونرد ومتشرف انه ان احنا سوا دلوقتي وبنتكلم على حاجة علمية، وهي جت بعد فترة انقطاع. وانا فيري جريتفول للدكتور طاهر وللدكتورة زهراء على المجهود الكونتينيوس في كل الجروبس اللي انتوا عاملينها. الحقيقة انا هادرس مشكلة في التروما اللي هي تخص إصابات الكبد، اللي هو الليفر تروما. يعني هنقول كلام بسيط ويعني ونغمق شوية واحدة واحدة. الإحصائيات الانترناشونال بتقول إنه the second commonest organ injured في الأبدومن الليفر. أدرس مشكلة تفضل. الأسباب كتيرة، من ضمنها إن جزء كبير من الليفر is really سطحي. سطحي يعني إيه؟ يعني أدرنت لجزء مكشوف من الأبدومينال وول، وحتى الجزء اللي هو مفروض إنه محمي بالكوستال كيج أو الثراسيك كيج، ده بيسبب أذية للليفر، لأنه once انضغط الريبز they could injure it. طبعا في تزايد في اعداد الليفر انجريز، بس في الحقيقه حصل ثوره كبيره جدا جدا. الثوره الحقيقه مش فجائيه، جراديوال ان ذا واي اوف مانجينج ليفر انجريز. استكمالا لما سبق، ليه الليفر تاني سكند اورجان لايبل تو ابدومينال تروما؟ لانه الخامه بتاعته البارينكايما فايبل كبسول بتاعته ثين، هو فيكسد بمجموعه ليجمنتس كبيره، هو جنبيه شويه مجاميع مؤذيه، الريبز اللي هي ممكن لو انكسرت او انضغطت ات ويل انجرت، والفيرتبرا كولوم اللي هو ممكن يبقى مكان اذيه في اماكن خطيره جدا، ريترو هيباتيك من الهيباتيك فينز والاكسترا هيباتيك سيريس فينس انجريز. الرايت لوب يشكل جزء كبير جدا من الليفر، ما هوش نص الليفر، ورايت لوب ده ادرنت للكوستال مارجن، وبالتالي قربه من كوستال مارجن بيخليه اكثر عرضه للاصابات. الاطفال للاسف حجم الليفر ان ريليشن تو ذا ابدومينال كافيتي كبير، يعني هو الاطفال الليفر حجمه كبير، مش هو كبير باثولوجيكال، انما الكاباسيتي اوف ذا ابدومين في الاطفال صغيره، والطفل لما يكبر الكاباسيتي سعه الابدومين بتزيد، فالليفر يرجع بقى ياخد السيرفس اناتومي بتاعه. ففي الاطفال جزء كبير من الليفر بيبقى واضح وعرضه لاي اصابات. وفي الاطفال العيل لما يتفقس في طابور المدرسه، في سلم المدرسه، في اتوبيس، وبنيه من حد، الريبز ممكن يؤذوا الليفر بدون حتى ما ينكسروا، لان هم تراي وكومبلاينت. هنخش واحده واحده بقى في يعني في الهم او في الريال سيرجري. زي اي انجري، خاصه مالتو تروما او ابدومينال تروما، لازم الابروتش بتاعنا بيختلف. اذا كان احنا ديلينج وذ هيموداينامكال ستيبل بيشنت، وذر الاصابه بلانت ولا بينيتريتنج، ولا انستيبل وذر برضو بلانت ولا بينيتريتنج. وفي مجموعه تانية بقى كتير منهم بيموتوا يعني ساعه الحادثه او ساعه الاصابه، واللي بيجوا ابتلاء كبير جدا لو راحوا مستشفى ما فيهاش ليفر سيرجن متخصص في الليفر، او ما راحوش فيرست كلاس فيرست كاتيجوري تروما سنتر، اللي هو الجريد 4 اند 5 الجاكستا هيباتيك فينس انجريز. ببساطه شديده، إصابات الأوعية الدموية خاصة الفينس اللي داخلة وخارجة من الليفر اللي بنسميها grade 4 or 5، إصابات البورتال تراياد، whether الفينس درينج الهيباتيك البورتال فينز and the hepatic artery. هو في ساعات الهيباتيك artery الوحدي يبقى انجر، للأسف في جزء من الانجريز دي بعيد عننا جميعا ايتروجينيك، وشفناها، انا شفتها توايس ان ماي كارير ديورينج لابروسكوبيك كوليستكتومي، ان كليبسس اتحط على الهيباتيك ارتري على انه سمثينج ايلس، وهوب لو حتى هو واخد باله يلاقي جزء كبير من رايت لوب ازرق والدنيا تدهورت.
النكد اللي انا حاطط عليه علامه ده اللي هو جريد 4 اند 5 جاكس هيباتيك فينوس انجريز، هيتقال كلام فيهم كتير، فيهم تكنولوجي كتير، بس الحقيقه اغلبهم بيموت قبل ما يجي لنا، ولو جالنا ولسه ما ماتش ما لم يكن في سنتر فيري ويل ايكويبد، وحشين جدا جدا جدا. انما الموست كومن هم البلانت بينتريتنج whether hemodynamic is stable or unstable. دي مناظر عامة للليفر انجريز، كلنا acquainted بالمناظر دي. Different categories. استأذنكم لحظة واحدة. بنرجع دكتوره زهراء، حضرتك انا متشاف ومسموع؟ ايوه يا فندم، حضرتك متشاف ومسموع، اتفضل. السلايدز فول سكرين مش كده؟ اه طب كويس. دول الديفرنت كيسز بتاخدها من الشغل. ابدومينال لابراتومي واضح ميد لاين انسيجن لمالتيبل تروما بيشنت، هوب لا الجراح يخش يلاقي وهو بيكسبلور الفراجمنتد ليفر ده، بيحاول يكونترولت بانه يفوت تيب حوالين الفاسكولار بيديكل، واللي هي بدايات البرينجلز مانوفر ان سيرتن تايبس اوف سيريس بليدنج ليفر انجريز، ولو ضروري برضه البرينجلز مانوفر الحقيقه شود بي تايم ليميتد، لان هي بتمنع بلاد سبلاي هيباتيك ارتري اند بورتال فين عن الليفر، فما ينفعش تتحط فتره طويله. ممكن نفوت تيب ممكن بشكل عاجل لو اتفتح الميد لاين ولقينا هوب ماسيف بليدنج، بليدنج بيزيد لما نفتح الابدومين. ليه؟ لانه قفله الابدومين في وجود بليدنج بتمارس نوع من انواع الاكيوت ابدومينال انترا ابدومينال كومبارتمنتال بريشر، زي التامبونات وانس اتفتحت البليدنج بيزيد، فلو ده يخض ففي تكنيكس كومبريس ذا ليفر، انا بقولش على باكينج كومبريسنج ذا ليفر، وفي البرينجز مانوفر سواء تدخل صباع ورا وصباع في الفريمن اوف وينسلو وصباع قدام وتتكل لحد ما تفوت تيب، او تحط ساتينسكي نون تروماتايزنج كلامب عشان تاخد شهيق لتقليل الماسيف بلاد لوس. دي ده سكتش بيوري الديفرنت كومن انجريز. يعني الاغلبها تفاهات السب كابسولار هيماتومز لو شقت طريقها انتو ذا بيريتونيوم، لان الكبسول فيري ثين هتعمل هيميوبريتونيوم، ممكن يبقى في اكتيف سيريس بليدنج، ممكن يبقى في لاسيريشن ديب كونتوجن هيماتومز جوه الليفر. الحقيقه في بقى كارثه ثانيه ما كانتش بتبان زمان غير ليت، اما العيان يتدهور بعد الاصابه بايام وبعد ما يبقى اكسبلورد بايام، دلوقتي بقى بتشخص بدري لانه تراديشنالي اذا كان ذا بيشنت كان افورد مينتس وي نيد تو دو ا سي تي عشان نعرف ايف في المالتيبل تروما اور ذا مالتيبل ابدومينال تروما، نعرف السوليد اورجنز اخبارهم ايه والدنيا اخبارها ايه قبل ما نخش اللي هو الدي فاسكولاريزيشن اوف هيوج ارياز اوف ذا ليفر. ده بيبقى كلو ان جزء سيريس من البلاد سبلاي اوف ذيس ريجن اوف ذا ليفر از جون. احنا بنقول السب كابسول هيماتومز في اغلبها تفاهات، وفي جزء بسيط منها بيبقى السب كابسول هيماتوما انما مخبيه تحتيها سيريس انجري اوف فينوس اند بيلياري راديكلز جديره بالتعامل، انما 90% من السب كابسول هيماتومز طالما العيان ستيبل وي دونت ايفن اكسبلور ذم. برضو هنرجع ناخد نفس كده، هنقول انه جزء كبير من ليفر is in the right upper quadrant في الفيث in the midclavicular line to the right coastal margin، وزنه في الستات عشان الستات دمهم خفيف
حوالي كيلو ونص، في الرجالة 2 كيلو ربع تقريبا. يعني الليفر في النورمال ادلت ميل حوالي كيلو 800، في النورمال ادلت في ميل كيلو 400، وما حدش يقول لي ليه. السبان از اباوت 10 سنتيمتر، يعني المسافه اللي ما بين الابر واللور اللي هي بتبقى رف بارامتر يقول لك الليفر ده كان نورمال ولا مش نورمال، ولا اساسا انت بادي بليفر ما هوش هيلثي. هو الليفر اللي مش هيلثي بيتعور، بيتعور. خلينا نفتكر برضو انه سيدنا الليفر، انا بحب اسميه سيدنا، سيدي انا، لان التعامل معه صعب جدا ان جنرال كعضو، وما وظائفه بتتدهور in my own experience هو unpredictable. يعني يا ما شفنا عيانين الليفر فانكشن تدهورت واحنا بادين بنورمال ليفر، وبعضهم بيريكفر وانت مش متوقع انه يريكفر، او بعضهم does not recover. وبالتالي you do your best انك تحافظ على الهيباتيك ريزيرف، انما سيدنا الليفر بمزاجه predicting recovery بتاعه is very very difficult. خلينا نراجع الليجمنتس مش من باب الاكاديميك نوليدج بس، لا، من باب لما نيجي نتعامل معاها نفتكر ان عندنا الفالسيفورم ليجمنت وجواه الليجمنت امتيرس، وده اخف دم في الليجمنتس كلها. And many times you detached from the abdominal wall وتستخدمه على كلامب عشان تمانيبوليت الليفر، تسسبندت، تشده لفوق، تشده لتحت عشان تقدر تتعامل معه. then عندنا الكوروناري ليجمنت اللي هو التو ليرز الانتيريور اند بوستيريور، وعندنا رايت اند ليفت تريانجولر ليجمنتس. الليجمنتس دي بنت حلال، انما لو انت اضطريت الله لا يقدر انك تديل with deep or posterior surface injuries انت هتحتاج تموبيلايز الليفر وتسقطه من الدافرام. والله ما يوري حد فينا ولا يوري مريض او مصاب الريترو هيباتيك injuries of the hepatic veins or the cava if he is still alive. You need to have a good access بانك تموبيلايز التريانجولار اند كورونري ليجمنتس. اوف كورس بتبدا بتسقيط الفالسيفورم ليجمنت، and even in many many cases بس عايز a senior surgeon ويكون شاف ده قبل كده وعاشه، you may even split the diaphragm عشان تقدر تحاول تعمل control للمنطقة دي. controlling المنطقة دي هم هنخش له بعد شوية، لأنه لو في injury retrohepatic في ال venous return of the hepatic veins of the cava، لو أنت عملت blind control أنت كده تلتين ال دكتورة زهرة، هو الصوت فصل ولا ايه؟ انا مش عارفه، انا بقى يعني انا بتكلم مع دكتور صبوت وغالبا خرج. دكتور صبوت رجع اهو. انميوت يا دكتور صبوت. ايوه مش عارفه اختفى تاني. ايوه احنا مش سامعين حضرتك يا دكتور صفوت، حضرتك بتتكلم بس انا مش سامعك. دكتور صفوت شيل سكرين واعمل ان ميوت كده. سامعني؟ ايوه يا فندم. ايوه ان ميوت. شير سكرين بقى يا باشا. هشير سكرين. تمام تمام يا فندم كده. تمام تمام يا فندم. على فكره ده لوحده ما عملناش، ما لمستش حاجه بالمناسبه يعني.
فداك يا بنت ولا يهمك فداك. سامعيني يا فندم؟ مفيش اي مشكله يا فندم اتفضل. مخاوي اصل اللابتوب بتاعي مخاوي بعيد عنك يعني، الظاهر حد زعل من المخاويكم. احنا معتادين نقول ان في سيدنا الرايت لوب، انا بقول سيدنا، انا بقول سيدنا الليفر كله، بقول سيدنا الرايت لوب لانه اكبر بكتير من الليفت لوب. عندنا سيدنا الرايت لوب والليفت لوب والكوديت والكوادريت، كل حته من دول ليها اهميه واهتمام، واغلب الجراحين بيسموا الاشياء باسمائها المعتاده القديمه. بس عايز اقول انه فانكشنالي بقى في سيجمنتال ديفيجنز لازم نعرفها، لانه ايفن راديولوجيكالي بقى في اناتومي، والكانتليز لاين اللي وصفهم الخواجة كانتلي بقى ستاندرد، وبالتالي ممكن تلاقي حد بيقول لك والله انا شايف انجري في سيجمنت 7. طب يا ترى فين سيجمنت 7 دي؟ لازم نبقى عارفين لانها الدينوتس امور معينه. يا ترى جول بلادر بيد الجزء الليفر اللي رائد عليه جول بلادر ده سيجمنت كام الى اخره. وي نيد تو نو ذات. ده السيجمنتال اناتومي بالديفرنت نمبرز اوف سيجمنتس، واحنا محتاجين ان احنا يعني اللي مش متعود حتى يسميهم يبدا يسميهم، علشان بقى كومن انفورميشن انه الراديولوجيست يقول لك والله انا شايف ديب تير عند سيجمنت 5. ف يو نيد تو نو رايت لوب مكوناته سيجمنت كام وكام وكام، والليفت كام، والكوديت كام، والكوادريت كام، وكل ده مستند للبلاد سبلاي اوف ذا سيجمنتس، مش الليجامنتس ديفيجنز اوف ذا رايت اند ليفت لوب بتوع زمان. وخلينا ستريس اون ذات. ده منظر الراديولوجيكال اناتومي، لو عملنا سي تي بيورينا فين سيجمنت 1 وسيجمنت 2 و3 و4 و4 اي و4 بي و5 و6 و7 و8. احنا محتاجين بالقوه ان احنا نحفظ الرايت لوب مكوناته ايه، والجزء الامامي ارقامه ايه، والجزء الخلفي ارقامه ايه، عشان لو جالنا سي تي موري الابريفيشنز دي نعرف نتعامل ازاي. If we go through the history of وجود اصابه في الكبد in abdominal trauma، هنلاقي انه الريبورتس اللي جايه من زمان، من ايام الورد وور 1 يعني الحرب العالميه الاولى، يعني سنه 1918 وما حولها، كان ايفن العسكري يقول لك نشن السنكي على الميد لاين عشان تجيب الاورطه وتموت العدو، او على الرايت سايد ابر ابدومن عشان تجيب الليفر، لان المورتاليتي كانت فوق ال 60%. ابتدى في نهايه المنتصف ونهايه الورد وور 2 يبقى في حاجه اسمها كريستالويد انترافينس دريب، فبدا يبقى في يتلحقوا يتعمل له سستيشن لغايه ما يتفتحوا. انما ستيل تلت الليفر انجريز او 28 30% من الليفر انجريز لغايه منتصف الى الاربعينات القرن الماضي كانوا بيموتوا. المفاهيم الجراحيه والعلاجيه في حرب فيتنام عملت مفاهيم جديده خلت المورتاليتي ريت اوف ذا ليفر انجريز حوالي 15%. لما اقول 15% اوف ليفر انجريز، اول ان اول الاصابات التافهه بالاصابات السيريس. قلنا الكلام ده قبل كده، انه ليه الليفر برون تو انجري، وليه هو سكند اورجان، ذا موست كومن سكند اورجان تو بي انجرد ستاتستكس وايز، عشان حجمه كبير، فرايبل بارينكما والثين كبسول، وان هو فيكسد بوزيشن بالليجمنتس، وانه قدامه عدو لو انكسر اللي هو الريب زي، حتى لو ما انكسرش ممكن تخش تفرتك وترجع بدون ما تتكسر، وراه الفيرتبرا كولم اللي ممكن بهيد اون كوليجن او كومبريشن انجري يجيب ريترو هيباتيك هيماتوماز اند انجريز. مكونات الليفر انجريز، لما نقول ليفر انجريز قد يكون البارينكما اتسلف، وده اللي احنا معتادينه، بس عشان خاطري لما نقول بارينكما نفتكر ان بارينكما جواها بيلي راديكلز، جواها بنيولز محتاجين ديلينج وذ واندر ران لو احنا اضطررنا نشتغلهم. Vessel injury, this is not the most common. أنا حطيتها الأول لخطورتها وإن هي it kills. الريترو هيباتيك veins and cable injury
قاتلة ربنا ما يعرف جرح ليها، ليها تريكس كتير وليها تكنولوجيا عالية عشان تنجو بالمصاب. هيباتيك فين انجريز وحشة، بورتال فين انجري مش وحشة قوي، هيباتيك ارتري انجري could be repaired by magnification. المانجمنت اوبشنز القديمة اللي جزء منها ما زال مستقر، سيدنا الباكينج اللي لازم كلنا نتعلمه، وانا قلت قبل كده كذا مرة انه انا وانا نايب ما كنتش لاقي ان حد يفهمني ازاي اعمل باكينج لليفر انجري، فكنت بقلة معلومات او بعبط، كنت احشي الليفر انجري، يعني احط الباك جوه الخدود اللي ما بين الفيشر الانجريز اتسيلف، فده طبعا كان كارثي. دلوقتي الباكينج احنا بنلملم اجزاء الليفر كان احنا عندنا فازة او ازازة انكسرت، بنلملم اجزائها بضغط خارجي، بنحط باكس اوتسايد عشان نريبوز الحتة بتاعت الليفر عشان كأننا بنعيد تركيبه تاني. كلنا او اغلبنا خاصة اللي في سني مارسوا الدايركت سوتشرز اللي اتضح بعد كده انها ملهاش لازمة الا to repair biliary radicals ذات قيمة في عمق الإصابة أو فيسل صغير ببليد figure of eight stitches. إنما اكتشفنا على مدى سنين طويلة إنه الماتريس سوتشرز وحشر الأومنتم في النص وتخيط الكبد عليه، وإن إحنا نجري ونوصي إن إحنا يجي لنا حاجة اسمها ليفر نيدل. الليفر نيدل تفرق اللي هي آيلس ليفر نيدل عليها 2 زيرو أو زيرو فايكرل علشان دي الترطوفة بتاعتها ما هي الشار بلانت، تقوم أما تخش into the liver it does not produce another injury. وكنا عشان أن control bleeding في عمق الإصابة في الليفر كنا نحاول نعمل finger fracture للفارينكما اللي لسه ما قطعتش عشان نقدر نشوف البيليري راديكال اللي بيكب بايل أو bleeding to stop it. ومارسنا الأومنتال باكينج، استخدمنا هيموستاتيك ايجنتس وذر سوائل أو باتشز سيرجيسيل وحاجات أكتيف وغالية وإفكتيف جدا مش هقول أسميها دلوقتي. السماش ليفر عملوا له حاجة اسمها ليفر باك. ليفر باك دي انواع، انما احد انواعها اذا فايكل مش زي الفايكل مش اللي اخترعوها من 20-25 سنه للمالتيبل سبلينيك انجريز، ان بنحطها حوالين فتافيت الطحال عشان نلمه. فاسكولار ايزوليشن كله تايم ليميتد، اتريو كيفال شانتنج اللي هو بالونتين بينهم شانل، وفينو فينو باي باس. انا نطيت واحده عايز اقولها، الله يرحم الدكتور عادل حسني، انا يعني اشترك معانا في حاله، كان شاب وتعرض لفيري سيريس منسد ليفر، منسد يعني اتفرم، و انا ساعتها الكلام ده من 25 سنه 20 سنه ما اخترش على بالي، واحنا شغالين الله يبقى الراجل ده ما يتزرع له ليفر، ده الليفر بتاعه اتفرم، ما نوقف الدنيا كلها ونشكديول هيم فور ترانسبلانتيشن تاني تالت يوم ليفينج دونر، مش ضروري اون تيبل. فالترانسبلانتيشن موجود هناك في نهايه الكورنر، عشان كده السيريس ليفر انجريز يفضل ان امكن والوقت يسمح انها تتعمل ان تيرشري ريفير تروما سنتر في الامكانيات دي، وفي وجود availability of a specialized liver surgeon. الميكانيزم of injuries of the liver زيها زي ال upper limb، زي ال head and neck، زي كل مكان. It could be closed or open injury. It could be high energy injury or a low energy injury. عادة high energy injury يعني high velocity missile injuries أو موتوسيكل طاير على 120 وهو يطير على 120، تخيلوا بقى في كتير من الشباب
والشباب ايفن اللي من اسر ويل تو دو بقوا بيلموا بعضهم اسراب، بيطلعوا يوم الجمعه مثلا في طريق السخنه في الطرق المفتوحه الصبح بدري، يسابقوا بعض وبيجيبوا 120 و140 و180 كيلو على عجلتين. فلأي سبب الموتوسيكل الرالي، اسم نوع من انواع اسمه الرالي، على فكره ده يعدي النهارده 400 الف او نص مليون، اغلى من العربيه. ده لاي سبب انقلب باللي سايقه، القواعد بتقول احنا بناخد الوزن مضروب في مربع السرعه، يدينا very high injury which could kill. المناظر دي كلنا شفناها. التوب ليفت ده ستاب انجري وجاي بالسكينه. انا مش جايبها عشان يعني الشهره ولا عشان نفرح، ولا انا جايبها عشان نفتكر الفيسبوك من اسبوع 10 ايام ورا انه في القصرعين زمايلنا الشباب المدرسين وكده جالهم واحد رشق في سيخ، وقع من عماره على سيخ، وهي واز لاكي انف انه ما اتقتلش ساعتها واتنقل، وقدروا ان هم اكسبلور هيم ويسيف هيم ويشيلوا السيخ. طبعا العين اتفتح قبل ما تشيل السيخ، لانه ممكن السيخ يبقى قافل سايتو بليدنج. السكينه دي او السيخ ممكن يبقى المسار بتاعها من حسن بخته مش معدي على حاجات مهمه ومش عامل اذيه كبيره. المزعج اكتر لي انا مش السكينه اللي راشقه دي، المزعج اكتر التوب رايت اللي هو بلانت انجري، موتوسيكل عدى على بطن راجل وموري كدمه زرقاء، ده عندنا مرعب اكتر عن الشارب انجري. سو يو نيد تو ريكوجنايز انهي نوع من الانجري بسرعه عشان نعرف ونقوي قلبنا في الشيء اللي بقى فيري كومن دلوقتي اللي هو نون اوبراتيف تريتمنت اوف ليفر انجري. يعني يبقى عندنا عيان عنده ليفر انجري ومتشخص بالسي تي وما نفتحوش، مش من باب الاهمال او شرط دماغ او ان احنا رامين طبطه، لا، يمشي كونسرفاتيف. وهنقول يعني ايه كونسرفاتيف؟ مش انك انت تسيبه وتروح وتقول هو كده زي البطاطا كده هنسيبها تستوي لوحديها، انك look after him زي الconservative management of some splenic injuries، يبقى في ICU تبقى انت available ويتشاف مرتين في اليوم، يعني at least every 6 to 12 hours تتشاف، ويبقى في center في ICU، في center في أوضة عمليات جاهزة في أي وقت لو الدنيا غمقت يتفتح، ويبقى في blood bank. عشان النهاردة أكتر من تلتين الليفر injuries اللي متشخصين ليفر انجريز ما بيتفتحوش، بيمشوا كونسرفتيفلي والنتائج كويسه جدا جدا جدا. مين بقى نختاره ان احنا ما نفتحوش؟ الامريكان اسوسيشن اوف سوسايتي اوف تروما عملت الستيجنج السكورنج ده، والسكورنج ده مبني تو ا جريت اكستنت على السي تي فايندينجز. يعني ده operative and pathological scoring. يعني grade 1 هيماتوما sub capsular أقل من 10% من surface area ما تفتحوش، capsular tear أكتر من سنتي، parenchymal depth laceration تفتحوش، هيماتوما حجمها أقل من 50% من surface area وsub capsular ما تفتحوش. طب الهيماتوما طرقعت بقت intraperitoneal لغاية 10 سنتي in diameter ما تفتحوش. بنقعد نقول ما تفتحوش طالما patient is stable لغاية grade 3، وبعدين نقعد بقى نستخير ربنا عز وجل في جريد 4 اور 5 مين فيهم يتفتح من عدمه. اللي احنا شايفينه ده اللي هو الامريكان اسوسيشن سوسايتي اوف تروما، ده الليفر انجري سكيل، ده اوبراتيف مورج سكورينج، يعني يا اما في البي ام يا اما اثناء العمليات في العين يتفتحوا، او باثولوجيكال سكورينج. دلوقتي بقى ده كوبي اند بيست تقريبا السي تي فايندينجز، وبالتالي احنا بقينا لازما نعمل سي تي في الابدومينال انجري، لانه بيدينا ويندو من المعلومات مهوله للسوليد اورجنز وخاصه الليفر، ويدينا السكيل اللي احنا شايفينه، ويطمنا مين اللي ما نفتحوش ومين اللي نفتحه نعمل فيه ايه. دول سي تي فايندينجز جاست عشان عينينا تعتادوا،
ده سي تي وذ اي في كونتراست موري سمول كريسنتيك شيب سب كابسولار بانكاما الهيماتوما اقل من سنتي ديبث وايز ومش كوميونيكيتنج مع سيريس بيلي راديكال ولا 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 فينوس راديكال. ده ما يتفتحش حتى لو عامل شويه هيموبريتونيوم. نعمل فولو اب بريبيتد الترا ساوند وذ فوليومتريك اسسمنت اوف ذا هيموبريتونيوم ونشوف الهيموجلوبين والهيماتوكريت بيتغيروا. الهيموجلوبين بيوطى والهيماتوكريت بتزيد every 6 to 12 hours. الهارت ريت اخبار الدنيا ايه؟ اذا طول ما البيشنت ستيبل يومين ثلاثه خلاص يبقى عدى وبقى بخير and do not explore him ولا laparoscopically. ده النوع الثاني بقى اللي انا بقلق منه اكتر البلانت ابدومينال تروما. يعني عكس بقيه الاورجنز في الليفر في الابدومين بقيه الاورجنز في الابدومين البنتريتنج انجري لازم تتفتح ولو ستيبل يتعمل له لابروسكوبي. بنتريتنج يعني بريتونيوم ديفلوريتد او اومنتم طالع منه. انا بقلق اكتر كصفوت عبد القادر بهتم اكتر بخاف اكتر من البلانت ابدومينال تروما خاصه لو هاي انرجي انجري. ده سي تي وذ اي في كونتراست. الكاتس ات ذا هيباتيك فينز موري سب كاسر هيماتوما بس ايه اتخن شويه من اللي فاتت 3 سنتي ان ثيكنس. ده الجريد 2 في السكورينج سيستم. جريد 3 بلانت ابدومينال تروما موريه سب كاسر هيماتوما 4 سنتي وفي لاسيريشن عن سيجمنت 6 او 7 في رايت لوب اوف ذا ليفر. الله هو سيجمنت 6 و7 في رايت لوب طلعت في رايت لوب. الدياجرام اللي على اليمين اللي هو احمر ورمادي واصفر ده بيترجم الكرايتيريا اللي موجوده في السي تي وذ اي في كونتراست اللي على الشمال. Then we go into grade 4 بقى اللي هو نبدا نشيل الهم ونقول يا ترى هنفتح او ما نفتحش. الجريد 4 اللي هو بلانت ابدومينال تروما السي تي وذ اي في كونتراست موري الاش سب كابسولار هيماتوما اكثر من 10 سنتي. هاي اتينيويتنج ارياز وذين ذا ليجن ريبريزنتنج كلوتد بلاد. واللي جايه بقى عايزين نتعلم نعرف كلوت بلاد وذين ذا هيماتوما في السي تي عينينا تقراه عشان ممكن ناس كونسلتنتس مننا او شباب يبقى في مكان في سي تي بس ما حدش بيقراه او العيان يجي بالليل ما فيش راديولوجيست بيقراه. فعايزين عينينا تعرف الشادو الابيض ده اللي وسط الرمادي ده هيماتوما ولا something else. something else يعني tears, deep tears. another patient showing blunt abdominal trauma still grade 4 very large parenchymal hematoma with evidence back of hemiproteinium بكمية كبيرة. هو الحقيقة اعتاد الراديولوجيست يعرفوا يقيموا حجم الفري فلويد اللي جوه الابدومين سواء بلاد او بايل او انتستينال كونتينس. فوليومتريك اسسمنت يقول لك ده لتر لتر ونص قد ايه بالترا ساوند اسهل لهم بالترا ساوند. ات نيدز ان اكسبرت في السي تي عشان يقول لك الهيموبروتينيوم ده حجمه كميته قد ايه. طبعا لما بنلاقي المنظر ده ده معناه ان السب كابسولار هيماتوما او البارينكايمال هيماتوما دي اوريدي شقت طريقها into the thin capsule of the liver وكبت جزء من محتوياتها جوه البريتونيوم. ده غنى في الهم الاكثر اللي هو هاي انجري موتور فيهيكل اكسيدنت موري ترم مخيف اسمه جلوبال انجري تو ذا ليفر. يعني سيدنا الكبد كله تهان وتبهدل. نوع تاني من الجلوبال ديستركشن of the liver destruction يتتفرم من compression injury يا multiple shrapnels من شظايا قنابل أو high velocity injuries أو اللي بننساها devascularization of the liver. يعني ما يبقاش فيه hemoproteinium ذو قيمة كبير إنما ال hepatic artery اللي مغذي الكبد أو right branch اللي مغذي الكبد اضطرب clotted اضطرب اتقطع وبقى thrombosed. ده بيخلي huge amount of the liver is devascularized. وانا بكرر بقول انا شفت في وضع عمليات جنبي زملاء دكتور صبا تبص علينا ده الليفر ازرق ومراه بالمنظار نخش نلاقي فعلا الرايت لوب ازرق. بنضطر بقى نexplore ونجيب an expert بلوب
بماجنيفيكيشن ويستحسن من الناس اللي بتشتغل زرع انه يجي يلحقنا. عامل الوقت هنا مهم جدا جدا جدا، يريبير الهيباتيك ارتري بماجنيفيكيشن علنا نلحق الليفر الاسكيميك. خاصه ما تستناش ساعات ولا سويعات، اذا امكن within نص ساعه ساعه، لانه التوتال ديبريفيشن اوف ذا بلاس سبلاي اوف ذا ليفر قصه تعيسه جدا. دي الاسهم اللي قلناها. في حاجه تانية بقى اسمها هيباتيك ابولشن، سبيشالي بنشوفها في الفيرتيكال ديسليشن انجري، لو حد وقع من السطوح او اسانسير وقع بيه وهو جواه، وده المنظر الكئيب بتاع هيماتوما حوالين سيدنا الانفيرور فينا كيفا، السهم بيشاور عليها. وطبعا الصق جار للكبد الديودينم والبيريال تري، والاكثر التصاقا ديبلي الكيدني. فالسي تي موري ان في رايت كيدني فيها هيماتوما، ده مش مهم لان ليفت كيدني از نورمال، انما الكارثه ان في هيماتوما اراوند ذا انفيريور فينا كيفا. الله اعلم بقى دي من ديب لاسريشن في الليفر ولا الهيباتيك فينز القصيرين متعورين ولا الكيفا شخصيه متعور. دي المناظر الكئيبه، وادي الاسهم اللي احنا بنحكي عنها. بفضل الله حوالي 90% من الليفر انجريز اللي بتوصل حيه للتروما سنترز او لمستشفياتنا او لاوض الطوارئ بيبقوا البيشنت ساعه ما جم ستيبل. اذا بقى ستيبل بجد وعملت له سي تي ولقيته في السي تي سكورنج سكور 1 جريد 1 اور 2 اور 3، جمد قلبك. اذا كنت في مستشفى فيها اي سي يو وفيها بلاد بانك وانت ناوي تلزق للعيان وتبقى جنبه، ما تفتحوش. This is a low pressure chamber، وان شاء الله الامور ممكن تعدي. ولو فتحته وايفن ليت لاسريشنز وقعدت تاخد فيها غرز وتحشي فيها مومنتم، يو ار ادينج هارم مور ذان بنفيت. حتى لو في شويه هيموبروتينيوم يا دكتور صفت، ايوه، بس حتى لو في شويه هيموبروتينيوم شويه، مش عايزين معلش حد يقول لك صفت عبد الله كان بيقول ده، حتى لو في ليفر انجل وفي هيموبروتينيوم انت ما هيموريج ما تفتحوش. لا 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 ما قلتش كده، قلت انه لو مع السي تي ورق انه كم الهيموبروتينيوم وذ فوليومتريك اسيسمنت مش كتير والعيان ستيبل، مش ستيبل في اللقطه الاولى، ستيبل كل كام ساعه بنبص عليه، لا بنلاقي الهارت ريت بيزيد ولا بنلاقي الهيموجلوبين بيقع ولا بنلاقي الهيماتوكريت بتعلى. ولو عايزين نكرر مش هنكرر السي تي بقى، هنعمل بيت سايد التر ساوند اسيسمنت نشوف الهيموبروتينيوم بيزيد ولا لا. تفتحوش، لما هتفتحوا ايفن لو لقيت تيرز وحاولت تريبيرت بغرز، يو ار ادينج هارم. النون اوبرتيف مانجمنت ليدز تو ليس ترانسفيوجن بلاد برودكتس، ديكريزد لينث اوف ستاي، ديكريزد انفكشن كومبليكيشنز، اند ديكريزد اسكيميك دامج تو ذا ليفر بالتكنيكس اللي احنا بنستخدمها. بس المين للانديكيتد فور نون اوبرتيف مانجمنت. انا مش عايز الثلاث جمل دول الاخرانيين، نقول ان نون اوبرتيف بيدي ليس هوسبيتال ستاي، لا، لانه ده في العيانين الجريد 1 و2 و3 اللي هم ما كانوش يستاهلوا يتفتحوا. طب في كونتر انديكيشنز اوف نون اوبرتيف مانجمنت او ليفر انجريز؟ اوف كورس اوف كورس. اهم بيزك رول في الابدومينال انجريز بلانت او شارب، ولو العيان واقع وهيمو دايناميكلي انستابل اكسبلور هيم. النون اوبرتيف ايفن لو بداته هتلاقي العيان التدهور وابتدى يفيل في 15%، يعني سوتس الجريد 4 بيشنتس. من هو جريد 4؟ خلينا بقى بعد كده ايه نلزقها في مين في السي تي. جريد 4 في السي تي، وربع العيانين اوف جريد 5 في السي تي. ايفن لو بدات نون اوبرتيف عشان ساعتها العيان كان ستيبل، انت بعد شويه هتقول لا 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 هنفتحه، بس يا ريت نجيب ليفر سيرجن معانا، يا ريت نحضر دم كتير، يا ريت يبقى عندنا بلان A و B و C، and we may even بعد ما نفتحه نمارس ما يسمى damage control by packing. المنظر اللي احنا شايفينه ده penetrating hepatic injury، يعني السكينة دخلت وعملت الانجري دي وعملت CT والعين stable. أنا بقول نظريا، يعني أنت لو دخل بروسكوبيكال وشفت المنظر ده أو بان في CT ما تفتحوش، سيبه. إضافة كم غرزة
does not improve لا الموربيديتي ولا المورتاليتي, بالعكس بت induce insult parenchymal insult. طب انت يا عم صفوت انت صورت ده ازاي؟ ممكن ده دي مش حالتي انا. اتصورت ان عيان كان عنده multiple trauma, multiple abdominal injuries, السبلين متطربة او small gut injury واتفتح. اما اتفتح لقينا ده, طب ما لقينا ده في incidental laparotomy في midline incision في عيان عنده multiple injuries في الجت او retroperitoneal injury pelvic, ومش هنعمل له حاجة. حتى ده ما تعملوش حاجة, ما تاخدوش غرزتين ماترس, ما تحشوش اومنتم, سيبه provided ان العين stable. يعني ايه stable؟ يعني الانيس بيقول لك ان الهات ريت بتاعه تحت المية والبرفشة بتاعه فوق المية وعشرة provided انه كان normotensive قبل الاصابة. البيشنت سيلكشن امبورتنت, ما يكونش فيه بريتونايتس من اسباب اخرى. يعني لو عين هتفتح تو ستوب سايلج يبقى اديك هتشوف اللي هتشوفه ده, بس ايفن لو شفت حاجات ظريفه ولطيفه طيبه زي دي ما تاخدهاش غرز. هيمودايناميك ستابيليتي, جلاسكو كوما سكيل 15, يعني ما يكونش عنده اسباب اخرى مدهوره, نو اكتيف بليدنج اون سي تي. عايزين نعيد ونزيد تاني نقول انه السي تي سكورينج سيستم او الامريكان سكورينج سيستم اوف تروما داز نوت ديتيرمين ذا اليجيبيليتي فور نون اوبراتيف مانجمنت اوف ليبر انجريز. ليه؟ لان انت من بختك انت والعيان ممكن يبقى فيه جريد 1 والعيان انستابل ضغطه واقع ورايح في داهيه, افتحه. انما لو هو ستيبل بص على الجريد, انما لو جريد 1 و2 و3 وشكله مشجع نون اوبراتيف بس العيان انستابل ده رايح في داهيه لازم تفتحه. ده احنا مش بنقارن ما بين اوبراتيف ونون اوبراتيف. العيان اللي لازم يتفتح عيان اخر مختلف عن العيان اللي مش مفروض يتفتح. يبقى احنا هنا ما احناش بنلقي صيحه ونبي ما تفتحوش الليفر انجرز, لا 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 لا, ده هو الليفر زي اي عضو اخر في التروما سبيشالي في الابدون تروما. لو عيان انستابل هيتفتح, يا هيتعمل له الكومبليت ورك اب, يا اما لو عيان eligible فور دامج كنترول هيتعمل له ستوبنج كونتامينيشن اند تمبوراري ستوبج اوف بليدنج لغايه ما نصلح الهيموستاتيك فيلير والهايبوثيرميا والاسيدوزيس. انما احنا عمرنا ما بنقارن نتائج الاوبراتيف والنون اوبراتيف, لان لازم يتفتح نوع معين من اصابات الكبد واللي يفضل ما يتفتحش نوع اخر خالص. ادخال النون اوبراتيف مانجمنت ان اف بروبرلي تشوزن ان ستيبل ليفر انجريز اند ان جريد 1 و2 و3 خلى نتائج النون اوبراتيف هايله. بس ده ارجوكم ده مش معناه انه النون اوبراتيف نتائجه هايله ان جنرال, لا, احسن بكتير من الاوبراتيف في العينين اللي مش مفروض يتفتحوا اللي هي عيان ستيبل وعنده مينيمال هيمو بيريتونيوم وما بيزيدش وما عندوش اذر انديكيشن ان احنا نفتحه, يعني باول انجري, كولونيك انجري, سبلينيك انجري. يبقى نرجع نقول تاني, hepatic injury diagnosed by CT in stable patients is now non-operative approach practiced in many centers. هي تتعمل في أي center على شرط إن السنتر ده إن شاء الله مستشفى district hospital, مستشفى مركزي, على شرط إنك تبقى متاح 24 ساعة وإنك أنت مش متاح تليفونات, إنك تيجي تقيم العين كل 6 ساعات أنت شخصيا مش النائب بتاعك. 2 يبقى في ICU العين جواها. 3 يبقى في بلاد بانك. 4 يبقى ليك اكسس على اوضه عمليات في اي وقت. كثير من المستشفيات البرايفت او المركزيه بيبقى في 3 4 اوضه عمليات, لو في قيصريتين وحاله عظم مطوله ما بقاش في اوضه عمليات تحتاجها حتى لو الان بينزف ارجنت لازم يتفتح. يبقى الكرايتيريا اللي ممكن تمارس فيها سيفلي النون اوبراتيف ابروتش ان ليفر انجريز
والسبلينيك انجريز بس مش عايزين نحطهم على بعض. لو العيان ستيبل ولو العيان راديولوجيكال في السي تي جريد 1 و 2 3 على شرط ان المكان اللي انت بتشتغل فيه ان شاء الله برايفت هوسبيتال، ان شاء الله مستشفى مركزي، تكون انت افيلابل 24 ساعه وتشوف انت شخصيا مش النايب بتاعك العيان افري 6 اورز، والعيان يبقى في اي سي يو موجود انتنسيفست معاه، ويكون في بنك دم، ويكون في اوضه عمليات لما تقول يلا بينا دلوقتي يبقى يلا بينا. طبعا ده بيتمارس اكتر في السيمبل هيباتيك لاسريشنز، الانتر هيباتيك هيماتومز الهيفا الصغيره، there is no evidence of active bleeding, intraperitoneal blood in an adult اقل من ربع لتر، وabsence of another indication of exploring the abdomen. يعني هيبقى من العته انه يبقى العيان عنده رابشر جات او السكينه دخلت قطعت الدينم ومليك والبريتونيوم مليان هواء وعنده جريد 2 ليفر انجري والسي تي بيقول لك هو لو ليفر بس ما يتفتحش. بس احنا هنفتحه عشان حاجه ثانيه، انما مش لو لقينا الليفر ده ما يتفتحش في السي تي والعين ستيبل وعنده ديودينال انجري ونو بريتونيوم نقول لا مش هنفتحه، لا هنفتحه للاسباب الاخرى، ذن هنبص على ليفر انجري ونتعامل معاها برضو بغشوميه. بطلنا نسوتشر كل الاسريشن في الليفر، بطلنا نحشي اومنتم وكل الاسريشن في الليفر طالما ان الاسريشن ما هوش ذات ديب وموري بيليار داكتيولز بتبج او بتكب بايل او بلاد. حتى دول احنا بطلنا موضوع الماتريس سوتشز ده وان احنا ابروكسيميت الاسريشن لبعضيه، لا احنا بناخد بفيجر اوف 8 فايكرل 3 4 0 على الاماكن اللي فيها بايل داكتيولز لتقليل البيليار ليك ان تقليل البليدنج منه، انما نحشي اومنتم ونخيط الليفر لسريشنز في بعضيها، ده بيدي اسكيميك دامج ويزود البوست اوبريتيف سيبسيس ويزود البيليار ليك اند اسكيميا تو ذا ليفر، لان الغرز انت فرحان بيها دي بعد شويه بتكت ثرو لان الليفر ضعيف شويه. دول الخمسة elements اللي افتكرهم اللي بيخليك comfortable about the non-operative management of liver injury، انه ما فيش other indication of laparotomy by physical examination by stability signs and symptoms in the absence of other injuries. الهيمودايناميك normal after resuscitation, initial resuscitation, no injury that dictates interference باستثناء spinal cord injury. يعني ايه باستثناء سباين كورد انجري؟ فراكشر السباين بيدي هايبوتنشن من سمبثاتيك دينرفيشن، وممكن يبقى فيه تريفيال ليفر انجري باينه في السي تي والعيان ضغط واطي، بس ضغط واطي عشان في سباينال كورد ترانسكشن. لما تلاقي العيان بالمواصفات الجميله دي ومش محتاج نقل دم، نو ترانسفيوجن ريكويرمنتس اند كونستنت افيلابيلتي اوف سيرجيكال كريتيكال كير سيرفيس. نرجع نقول تاني المربع المهم أو اللي تحت، liver injury score of patients مهم بس not as important as the stability, the hemodynamic stability of the patient to dictate the هيمشي conservative or not. مضاعفات ال non-operative management، الحقيقة أنا عايز أقول جنبيها وانتوا ناس أذكياء جدا، even مضاعفات دي في الoperative management of liver injury. يعني عيان ما تفتحوش ومكتوب له يليك بايل هيليك بايل، يعمل بايلوما ويعمل بايل ليك ويعمل هيموبيليا، يعمل انفكشن يس، انترا هيباتيك ليفر ابسيسز، ليفر نيكروزس، سبرينك ابسيسز، سيستميك سيبسيز، يعمل ابدومال اكيوت كومبارتمنتال سندروم ويقلل فيس ريتيرن والكارديك اوتبوت ويودي في 60 داهيه، بيبليد الليفر انجلز بتبليد مش بس بقى ساعتها، لا ده السيبسيز اللي هو احد اهم اسباب السكندري هيموريدج، بياكل البلاد كلوتس وممكن يبدا البليدنج تاني بعد 7-8 يوم لانه الدنيا بقت باشت من السبسز واللاسريشنز اللي كانت بطلت تبليد والخمس ست ايام اللي فاتوا تبتدي تبليد لانه السبسز بياكل البلاد كلوتس. هيموريدج هيباتيك نيكروزس اند اسكيميك كوليسيستايتس.
الحقيقه الخمسه كومبليكيشنز دول وذر بيلياري ليك او انفكشن كل انواع سيستميك ولوكال الكومبارتمنتال سندروم الهيمورج الاخر كل ده يحصل سواء ما فتحتوش او فتحته بس نبقى اوير بيه عشان نتدخل يعني ما نعلقش على العيان يافطه ان ده نون اوبرتيف من المهدي الى اللحد لغايه ما يموتوا احنا هنمشيه نون اوبرتيف لا ده ممكن ايفن نون اوبرتيف ينجي لك العيان 3 4 5 6 ايام ويبقى جميل جدا 7 8 يوم تواجه حاجه من دول. طب واللي فتحته اللي فتحته ممكن تلاقيه لايك بريتونيوم لايك بايل 3 7 8 يوم دخل في سكندري هيموج 7 8 يوم حصل له اكيوت ابدومينال كومبارتمنتال سيندروم لانه في مالتيبل انجريز جوه وده يفكرنا بقى بالدامج كنترول يفكرنا لو احنا حاسين العيان هنبص عليه تاني بما يسمى البوجوتا بوتا في احدى المدن امريكا الجنوبيه اللي كانت مليانه عنف اللي احنا هنا بنستبدلها بدل الغلاوه بتاعه السيلاستيك وكده بنستبدلها ب ازازه جلوكوز 5% فاضيه باج يعني مش زجاج وبندخلها الاوتوكلاف تتعقم ونقصها تبقى دايركت على الانتستين ونقفل السكين بس لان احنا وين نفتح العيان ليترون لو هنمارس دامج كنترول. الفيلير يعني ممكن نبدا نن اوبرتيف يس ونص نرفع الرايه الحمراء ونقول احنا نفتحه يس طبعا لو العيان بدا ينزف تاني بدا يتدهور تاني لو في انجريز ما كانتش على بالنا وبدات تطل براسها ثالث يوم ثاني يوم باول انجريز ابتدى يبان ان في كونتامينيشن وبريتونايتس بانكرياتيك ليك ده فراجماتيك انجري بانت ليتر اون يوري تراكت انجرز يعني يورينري ليك من الكيدني ريتروبريتونيه اليوريتر افالسيت اتسترا ده هيخليك تغير البوليسي لو الدنيا مش ماشيه ظريفه ثالث رابع خامس يوم. طب ايه العلامات اللي خليك تلقطها بدري تقول لي العيان ده مش ماشي كويس العيان ده مش هيروح ده هيتفتح ان شاء الله ثاني ثالث رابع يوم لو لقيته محتاج محاليل زياده تو كيب ضغطه مقبول يعني لو هو يا دوبك ماشي ازازه جلوكوز 5% كل 6 ساعات وازازه كريستالويد ملح ولا حاجه كل 24 ساعه وضغطه حلو وجميل جدا تلاقي ثالث يوم ده مش مقضي والانتنسيف بيقول لك انا اضطريت اديله كولايد النصيبه بقى لو قالك اضطريت اديله فازو اكتيف دراجز يبقى هنا في متغير خطير جوه. في حاجه معقده انا مش عايز اتكلم فيها اللي هو الانجيو امبولايزيشن فليب انجريز دي عايزه فيري هاي سبيشلايز سنتر مش عايز ادوس فيها. اذا لقينا ان الهيموجلوبين بيقع والهيماتوكوريت بتزيد من الهيموداليوشن وابتدينا نحتاج باكت ريد سيلز كتير يبقى العيان ده بيبليد جوه. لو احنا ريبيتد الالترا ساوند لقينا انه الهيموبروتينيوم اللي جوه فوليومتريكلي بيزيد او ابتدى يبان في عيان ما اتفتحش clinical criteria of peritoneal irritation أهمها rebound tenderness. rebound tenderness ده simple clinical test لازم كلنا نمارسه ونحترمه لو حصل. ده كلام مبسط بيقول grade 1 و 2 و 3 ما بيحتاجوش ICU grade 4 و 5 بيحتاجوا إن شاء الله يوم أو يومين الhospital stay ده كلام very basic يعني اذا كان جريد 1 ممكن يقعد يومين ثلاثه 2 3 4 ايام 3 4 5 ايام لو جريد 4 و 5 بيعوز يقعد اكتر والاكتيفيتي ريستريكشن ده كلام ويسترن اكتر يعني يقول لك واحد الكبد بتاعه اتعور بشارب انجري وريستريشن ومشي كونسرفاتيف رجعه شغله امتى ينزل حمام السباحه امتى يعني ده مش ابليكابل قوي عندنا عاده احنا بنخاف على مرضانا ومرضانا بيخافوا على نفسهم واسرهم بيخافوا عليهم فلو في ليفر انجري حتى جريد 1 يقول لك ده يقعد اسبوعين ثلاثه في البيت ومش هنشغل بننزله الشغل وانا ما عنديش مانع على الكوشس اتيتيود دي في الانفايرمنت بتاعنا لانه لو نزل وظهر ما بيتلحقش. There is no evidence ان احنا نعيد السي تي انما ممكن نعيد الالترا ساوند لانه نون انفيزيف ورخيص وبيد سايد. للتذكره بس في حاجه اسمها embolization للليفر انجريز even vascular stenting للارتيري انجريز
الكلام القديم لغايه الستينات والسبعينات والثمانينات انه الاوبرتيف تكنيك انتيلز هيموستاسيس، وياما انا حطيت ارتري فورسبسز وموسكيتوهات على رو ارياز اوف ليفر عشان تبليد، وده ادى ديفيتاليزيشن. بيعوز ادكت اكسبوجر يقينا، لو فتحت عيان ليفر انجري محتاج يتفتح، محتاج تسقط الليفر. انا اسف على فيرب تسقط ده، يعني تقطع الفالسيفورم ليجمنت قرب الامبلايكس بعد ما تفتح الميد لاين، وتستخدم الراوند ليجمنت تو مانيبيوليت الليفر، بالبيت البوستيرور سيرفيس من فضل ربنا لو لقيته انتاكت خلاص ما فيش هيماتومه محسوسه ورا خلاص، ما كانش يبقى انت محتاج تموبلايز الانتيرور والبوستيرور كورونري ليجمنتس والترانجولار ليجمنتس اليمين والشمال. ليميتد ديبرايفمنت، لو لقيت فتافيت ليفر deprived of everything حضرتك بسهوله ويوصل كده بشويه محلول ملح under pressure get rid of them. عملت اللي عملته وخلاص انت comfortable والدنيا شبه معقوله، still insert two huge tube drains عشان خلي في الباك ماين بتاعك ان العيان ده حتى لو ظريف ولطيف احتمال كبير جدا انه رابع خامس سابع ثمان يوم انه يليك secondary hemorrhage او انه يليك بايل. لو ليك بايل وبقى ويل دريند ده هيعديها على خير، لو ليك شويه دم وطلعوا في تيوب درينز وما كانوش كميه كبيره ده هيجمد قلبك ويخلي الدنيا مقبوله. انما لو قفلت من غير درين او حطيت درين هبله قسطره مقاس صغير او حطيت ساكشن درين ريديفاك الاومنتم هيجي يلزق فيها ويقفلها. درينج هاز تو بي باي وايد تيوبس. انا شخصيا إذا كنت في مكان فيه الدرينز العريضة الكبيرة الطرية النانتوماتايزنج اللي عادة بيستخدموها في الأندر ووتر سيل انتركوستال تيوب درينج، بطلبها تتحط وبتبقى طرية وظريفة ولطيفة ومقاسات كبيرة، بحط اثنين with multiple fenestrations. نرجع تاني في الإعادة إفادة الأوبراتور، إمتى هنعمل عملية؟ لو العين unstable على طول، لو احتاج اكتر من تيونيتس بلد، لو بقى في كريتيرا ايفن في السيتي بيقول ان في بارينكما سيريسلي ديفيتالايزد، او بعد ايام من الكونسرفاتيف بوليسي لقينا ان في مانيفستيشنز اوف سيبسيس او بايلوما في البينتريتنج انجري، احنا بنفتح العينين دول لاسباب اخرى ما تخصش الكبد. الاوبشنز ايه لو هنفتح عيان لأسباب تخص الكبد أو جيران الكبد؟ هنكسبلور. هنكسبلور إزاي؟ ميدلاين. ميدلاين لو بعد كده أنت إيفن عايز تسقط على الكيفة ممكن تقلبه إلى باكت هاندل أو تضيف إليه سبكوستال إنسيجن كبير جدا. التمبراري كنترول أوف هيمرج، واي تمبراري؟ عشان أونجوينج بليدنج لايف ثريتنج تو ريستور سيركاتري فوليوم. ليفر إنجري بتعمل تمبراري كنترول لأنه ممكن يبقى فيه حاجة تانية أوف هاير priorities. نذكر بعض، لو في كارثه فتحت ميد لاين لقيت ماسيف بليدنج، في اختراع اسمه مانيوال كومبريشن هنشوف صوره بعد دقائق. البيري هيباتيك باكينج، يعني ما تعملوش الاخطاء اللي صفت على قدر عملها في منتصف السبعينات انك تحشي الهيباتيك وندز بشاش، ده انت بتزود المصيبه، لا ده انت تحط باكس من بره عشان تريبوز فتفيت الكبد مع بعض. برينجز مانوفر رائعة بس تيمبوراري، ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة تفكها تاني، يعني تفك صابعك أو الكلامب وتقفله تاني. تورنيكي إن تروما سنتر وجود هيباتيك سيرجن مقبولة. التورنيكي ليها شكل، أنا كنت حطه بس غالبا أنا شلته من السلايدز اللي جاية عشان خفت من سوء استخدامها. هيباتيك فاسكو ايزوليشن عايزة تيرشي ريفيرال سنتر. اتريو كيفل شانت عايزه تيرشي ريفيرال سنتر. مور بيلشر بالون، كل ده كلام مش علينا. ده الهيباتيك كومبريشن، ده الهيباتيك كومبريشن. لو انت فتحت لقيت جاش اوف بلاد بايديك الاثنين تو كومبريس بوث لوبز اجينست بوستيريو لغايه ما تاخد نفسك، تاخد نفسك وتبتدي حته حته هتشوف الكارثه دي جايه منين. ده تمبراري لانه وانس انت فتحت بريتونيوم في ميجور بليدنج التامبوناندنج افكت بيضيع ويبتدي اللي كان بيبليد نص نص يبليد
بعنف فانت عايزه ما يموتش اون تيبل، then you compress both lobes بالمنظر اللي انت شايفينه. ده كورونال كات بيوريكو الباكس تتحط ازاي. اللي فوق الكبسول الرير دول شاش، مش شاش صغير طبعا، لاب سبونجز كبيره، اني يعني اني اماونت ممكن اب تو 10 باكس، يعني يعني دستتين باكس، لغايه ما انت تحس انك انت ريبوزد الاجزاء على بعضيها وان البريدنج واقف. ده منظر برينجل مانوفر، تعمله بصوابعك الاول، ولو محتاج ايديك الاثنين يبقوا فاضيين you can put Kasatsinsky non-crushing clamp على hepatic pedicle. الأدم بيدن الله أكبر الله أعظم والعزة بالله. دي الدبل بالون اللي بتأيزوليت المنطقة اللي وراء، بالونة تحت بتمنع البليدنج من التير اللي في كيفا أو في الهيباتيك فينز اللي انت شايفينه، وبالونة تانية فوق بس في سنترال تانل بتسمح بالدم يرجع من both lower limbs into the right atrium، لأنه لو عملت total occlusion minutes الفينس تيرن تلتين بيوقف والرايت اتريم بيفضى وبيحصل كاردياك ارست. انما لو عملنا الدبل بالون دي الفينس تيرن من اللور ليمز شغال وحصل فاسكولار ايزوليشن للكيفا اند ذا هيباتيك فينز، سقط سقط الليفر اند يو ستارت ريبيرنج الكيفا. بس البالونه دي محتاجه سنتر معين هو اللي انسرتت، محتاجه سنتر يقول ده اللي يركب له البالونه دي. In all my life I was lucky enough ان انا اشوفها في الشراين انستيتيوت اللي في هيوستن في حالتين، وفي حاله ثانيه في 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 مصر في سنتر معين من سنين طويله، وبالتالي انا جايبها للفرجه. انما ما اظنش انها متاحه لاغلب الزملاء ولا لي انا الان. وعاده للاسف الشديد النوع ده على ما يجي لك وتعوز تحط له الدبل بالون دي اغلبهم بيكون مات قبل ما يجي لك. احنا بنفكر بعض برينجل مانوفر اللي لسه بنستخدمها لغايه دلوقتي اللي وصفها الخواجه برينجل من 100 سنه وشويه وستيل فعاله. هنا الليترشر بيقول ممكن تستخدمها 75 دقيقه لا يفتح الله. انا بستخدمها ماكسيمم 20 مينتس وافكها شويه، ماكسيمم 20 مينتس وافكها شويه، اجمالي ال 20 مينتس ما يزيدوش عن ساعه، لانه الليفر بيتمرمط من الاسكيميا. يعني بتخلص بعدين تلاقي العيان اتزحلق ثالث يوم انتو ليفر سيل فيلير، ما تبقاش عارف ليه ديب جوندس باتي كوما، لانه الليفر ما بيستحملش التوتال اوكلوجن ساعه ونص. فانا جبت دي من الريفرنسز بس زي ما جبت 1908 من الريفرنسز، انما لا يا عم اخرنا 20 مينتس وتفكها حتى لو هتبليد شويه. طب يا عم هتبليد هتودينا في داهيه، ما انت بقى 20 مينتس دول انت مش قاعد بتصور جنب الانجري، بتحاول انك انت تعمل تمبرري مانوفرز تخليك اما تفك صابك من على الهيباتيك بيديكل البليدنج ما يبقاش بنفس العنف ساعه ما انت كنت محتاج البرينجل مانوفر. نزف تاني برينجل، تاني برينجل، ثالث، وأرجو من الله ما تحتاجوش أكتر من ساعة في البرينجلز. ممكن البرينجلز تبقى أنت حاطط فاسكو كلامب على الهيباتيك بيديكل وتلاقي ستيل في بليدنج، يبقى ده بعيد عنك البيري كيفل وريترو هيباتيك انجري والميجر هيباتيك بين انجري. دي الكوارث اللي بدعو الله إنه كنتوا ما تحتاجوها ما تشوفوهاش أساسا في حياتكم. Again بوري الاثنين وهما practicing compression تحتيها صورة الباكس. Who, when and how to pack قلنا خوفا من triad of death اللي هو بتاع damage control اللي هو acidosis, hemostatic failure and hypothermia. لو لقينا extensive bilobar injuries، لو لقينا large expanding or ruptured huge hematoma في liver، إذا بقيت other maneuvers failed you compress the liver. The patient who requires transfer to level 1 trauma center، والعفريت اللي تحت ده اللي انا مش عايز اغوص فيه كتير اللي هو جاكستا
hepatic or extrahepatic venous injuries or suspicion of cable injuries. الباكس بنحاول نشيلها within مش بعد 72 ساعة within 72 ساعة. بس أنا عايز أقول إنه السؤال بيتسأل كتير, ودكتور صفت لو عملنا دامج كنترول وحطينا باكس دخلنا بعد 48 ساعة أو 50-60 ساعة وفتحنا الابدومن ومعنا ليبر سيرجن و90% لقينا الدنيا الحمد لله ظريفة وبتاع وغسلنا ودرقنا وعملنا أي مينيمال انترفيرنس, طب مش في 10% ممكن أما أشيل الباكس تبليد تاني؟ طب نعمل ايه ساعتها؟ هو ممكن تحط باكس تانية؟ حط باكس تانية استرايل جداد واشتري لنفسك 48 ساعة تانيين. ودي بقى في مركز جراحات كبد هايلي سبيشاليزد, وانا شخصيا رأيي انا الشخصي اذا عيان احتاج تلو باكس وكان سيريس ليفر انجري ما تستناش ما تاخده وقت العمليات تالت يوم وتشيل الباكس, بعته بالباكس بتاعته بريبورت لما كان في سنتر زرع كبد او سنتر ليفر سيرجري يقدروا يفيس هذا الهم. انما لو انت مزنوق تماما واستنيت يومين ثلاثه وشلت الباكس ببنج جديد وفكيت الميد لاين انسيجن فتحت ودخلت 90% ان شاء الله تبقى الدنيا اتقضت. لو ري بلاد ثاني وايديك متكتفه ري باك هم بباكس جديده استرايل نظيفه, ومن فضلك بقى تادب وديه ليفر يونت ليفر سيرجر يونت بعد كده. الخواجة ولت من حوالي 40 سنة قال much has been written about the topic of hepatic venous injuries وأوثرز كتير كتبوا فيها, وهو رأيه أن الأوثرز اللي كتبوا في الموضوع ده أكتر من العينين اللي survived. أنا جايبها عشان أنا مؤمن بالكلمة دي تماما. الريتروهيباتيك venous injuries في الهيباتيك فينزا وكيفا أغلبهم بيموت at the scene of the injury ما بيجيلكش, وإذا جالك وتفتح وانت فتحته أنا آسف أقول إنه أكثر من 95% منهم they will die on table إلا ربنا وفاك وكنت أنت highly experienced شقيت الديافرام وبشوية توفيق كبير من ربنا عرفت تكنيكس مبسطة إنك تريبير الانجري بسرعة they may survive. إنما أنا مش عايز أشرح كتير ولا أخش كتير في الاكسترا هيباتيك فينس انجريز او الريترو هيباتيك كيفال اند هيباتيك فين انجريز, لان هم ربنا يوريهم لحد وهم يعني رايحين في داهيه رايحين في داهيه. طب ايه الباد نيوز؟ الموست ديدلي فورم اوف ليفر انجري ان نون كومبريسبل انجريز سو دي دونت كولابس, السيرجيكالي ان اكسسبل ارياز في الليفر, الانجريز بتعمل لايف ثريتنينج اكسانجونيشن. هو في اير امبوليزم في الليفر انجريز او يس, ده زي السفنجه لو في ماسيف ليفر انجريز شفنا اير امبوليزم في العينين دول. بور اوتكمز maybe due to lack of familiarity with anatomy, طبعا limited surgical experience وال current management of strategies are flawed. flawed يعني لعبنا فيها غشينا فيها. خليني افتكر لما نقول هيباتيك انجريز يعني مش بس برينكايمال, لا في اكس برينكايمال يعني ممكن الخنجر اللي شفناه ده يقطع الكومبال دكت او يقطع الجو بلادر. انجريز سراوندنج التامبونادنج تيشو البارينكما عند كبسول والاريال تيشو الديافرام والهيباتيك سسبنسوري ليجمنتس. يعني ايه؟ يعني احنا ما بنسقط الكبد عن ضروره تو اكسبوز البوستيريور سيرفيس بتاعه ونقص الكورونري ليجمنتس والليفت اند رايت ترانجلر ليجمنت, انت بتدمر التامبونات. فلو في اماكن بتبليد البليدنج بيزيد, بس طبعا انت مضطر تعمل كده عشان تواجه مكان البليدنج. انا كنت بتردد اسيب دي ولا شيل السلايد دي, اديني جبتها ومش عايز اتكلم فيها كتير لأنهم يعني كوارث, وأظنش أن المحاضرة دي هتأد كتير للأوتكم إلا لو إحنا شغالين in a top equipped center زي الشراينر كده أو زي أماكن زي الليفر سيرجري في القصر العيني أو في المستشفيات الجامعية الكبيرة.
بنفكر بعض ان البليدنج ده بقى ما دام بالعنف ده ورا الليفر ممكن يبقى قاطع الدافرام او مسلسب دم انتو ذا تشست. الاماونت اوف بليدنج طبعا الفري بليدنج بيعتمد على السيفيريتي اوف ذا انجري اند سيفيريتي اوف انجري واسوشيتد ستراكشرز والاكستنت اوف فينوس لاسيريشنز. الاستراتيجيز يا فاسكولار ايزوليشن يا دايركت سوتشر ريبير، بس توفيق ربنا وانك انت ايفن بصابعك الصبعين يو كان ايفن تعمل تمبوراري اوكلوجن وتلحق تريبير بسرعه الانجريز. سام تايمز لوبر ريسكشن، بس على شرط انك تبقى سايب بأي ليفر يقضي العيان يعيش بيه بعد كده، يعني يكون ريسكت. اه طبعا لو دخلت لقيت الليفت لوب مفروم ريسكتد وهو هيبقى ريسكتبل بصوره شيء جدا، ذن ريبير بفيجر اوف 8 30 40 فايكر البيلي ريداكتيولز اند ذا فينوس تريادز اللي موجوده في الرو اريا. ولو امكن تستخدم الكبسول اوف ذا ريسكتد سيجمنت اوف ذا ليفر او اللوب اوف ذا ليفر عشان تغطي بيها الرو اريا هيبقى جميل. دي التامبونات ما انا عايز ولا كانوا شفتوها. التقليديات اللي ما زالت solid facts why the hepatic mobilization and direct venous ligament should be abundant في الحالات دي إلا لو أنت متأكد إن في retro hepatic injuries. ومنتال انجوس باكينج، انا جايب الجمله دي عشان اقول لكم يعني الاومنتال فلاب ده عامل زي القرص الفاليوم اللي بيخليك بيتهيالك انك عملت خير. لا هو الاهم 100 مره من انك تحشي اومنتم انك انت بصبر ومحلول ملح بتحقنه على الرو اريا حته حته. ما تلاقي بليدنج سايت ركز كده هتلاقي جنبيه بيلي دكتيول بصبر تاخد ماتر هوريزونتال ماتريس لايك ا فيجر اوف 8 بكريل 4 0 بحيث تسيب الدنيا دراي اس بوسيبل بليدنج وايز وبيليري ليك وايز. الاومنتال فلابس عمرها ما كانت بديل اللي احنا بنقول. البورتر تريد انجري الله ما يوريها لحد، انما امينابل تو ريبير طبعا عن الريترو هيباتيك هيباتيك فين انجريز اند كيفر انجري. المشاكل الليت بقى اللي هو هيموبيليا بايلوماز ثراكوبيليار فيستولا سيبسيز بكل انواعه ابسيسز بايلوماز نيكروزيس ابربتلي كده. الحمد لله السلايدز خلصت، وارجو ان ان انه اللي اخترناه ليكم النهارده ما يكونش دمه تقيل وعسير الهضم. لو في اسئله انا تحت الامر. شكرا يا دكتور. اتفضلوا يا جماعه اللي عايز سؤال يتفضل. اتفضل دكتور ياسر فاتح مايك. مين؟ ايوه دكتور صفوان السلام عليكم. اتفضل. في الأول السلام عليكم، متشكرين لحضرتك على المحاضرة الرائعة دي. العفو يا ياسر. دكتور شغل فين يا ياسر؟ شغل فين؟ لا أنا حر التعليمي فين؟ لا حر التعليمي في الزقازيق. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. في الجامعة ولا في الأحرار؟ تعليمي أهلا وسهلا. تفضل. دلوقتي لو حالة جت وبعد ما عملنا اكسبلوريشن وعملنا باكينج والدنيا ستيبل وقفلنا العيان وبعدها بنص ساعة قال لك المريض جايب مثلا 250 بعد ساعة جاب مثلا 300 في اكتف بليدنج، بنفتحه تاني ري اكسبلور ولا نعمل ريفير لهيباتيك سنتر؟ لا ارجو ان احنا يعني ربنا يمنحنا الحكمة انه الحالات اللي انت ايفا بتعمل لها باك اللي انت قلقان منها قوي ما تستناش بقى ساعات او سويعات.
يتعلق له بلاد باكس اوف باكت ريد سيلز في عربيه اسعاف ويتنقل ايميديتلي على ليفر سنتر، ما تستناش اما يحصل ريكرنس اوف بليدنج. بس في خبرتي انا السيناريو الكئيب اللي حضرتك واجهته او بتقوله ده، يا اما انت بتجر شكل يعني، شفناه في خبرتي انا 90% due to wrong way of putting packs او due to missed retrohepatic injury packs مش عارفه تحكمها. انما اكتر من 90% من الحالات ما دام اتحطت packs صح، عاده الكونتينيويشن اوف بليدنج ما بيبقاش مشكله. انما الريكرنس اوف بليدنج due to secondary hemorrhage رابع خامس يوم sometimes happen. يا رب اكون كويس. تمام. اتفضلي. جودة اتفضلي يا فندم. مش سامع. لازم الدكتور صفوت بيه، ازاي سعادتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. جودة لبان مع سعادتك يا باشا. يا باشا ما يصحش يا باشا. استاذنا كبير. حاضرنا. استاذنا كبير والله. والله يا اونر. اللي انا حضرته كله. اسمعني. يعني اللي حضرته كله في انجلترا في الهبات وبيلاري غير النهارده خالص يعني، انا استفدت. نهار اسود يبقى انا عكيت. يبقى انا عكيت. لا العفو العفو يا بيه والله انا من انت عارف المحاضره في فرقه كره انا نسيت هي ايه اللي قالك هزيمه بطعم النصر او تعادل كاس العالم، تعادل لا بطعم العفو العفو بطعم النصر والله. الجمله دي تخض زي غانم. ربنا يكرمك يا بي والله. تفضل. ودايما احنا بنستفيد من حضرتك. بس هو في حاجه برضو انا عايز يعني اركز عليها من كلام حضرتك بيز. برضو انسيست ان حضرتك لما يبقى في حد فاتح حاله ويلاقي ليفر انجري وحط باكينج ما يفتحوش مره، لازم يونت يباتوا بير يونت زي ما حضرتك قلت. دي فرصته وحيده. يعني دي ما يفتحوش تاني، يبعتوا ليونت متخصص. الحاجه الثانيه انا هعدل الجمله بتاعت سيادتك، بلاش هو اللي يفتحه تاني. بلاش هو اللي يفتحوش تاني، لازم يكون فيه باتو بيلاري سيرجن. يعني مفيش حضرتك ساعتين يكون في مكان اخر، يعني مش من باب الزحلقه، في مكان اخر بيتر اكويبت. يعني بدل ما نقول ما يفتحوش لحسن هو اللي سمعنا يقول لك الله ده رغيف عيش وهنحلف مش هنفتحه تاني. لا ما يفتحوش جوه، يسلمه لحد تاني. الحاجه بس انا عايز اقول عليها برضو، مش عارف الصوت بيقطع اوقات، مش عارف انا سامع كويس جدا استاذنا. طيب الحاجه اللي احنا كنا اشتغلنا فيها شويه دكتور صفوت بيه كان المش، استخدام الفكر المش في حالات الليفر انجري، وكان بتجيب نتائج كويسه قوي قوي سواء في الليفر او الاسبرين. لكن هي طبعا اكسبنسيف، لكن من الحاجات اللي هي افكتيف جدا في الليفر انجري، اللي هي بدل ما نعمل باكينج كنا بنعمل فيكر المش، وكان بتجيب حقيقي نتائج كويسه جدا. هو انا ذكرتها ساعتك ايه في هذا انه اول واحد ورانا خبرته في الفايكر المشز في السبلينيك انجري كان الاستاذ دكتور احمد اللبان، وانا بديله كريدت لهذا. انا ما شفت فايكر المشز بمقاس الليفر بتركب قدامي، يعني I don't have a personal experience in this. بس مع احترامي طبعا للروعه والشغل الجميل اللي عمله دكتور احمد لبان في السبلينيك انجري، هي انطفت موضوع الشبك ده، انطفى يعني ما بقاش كومنلي يوز في السبرينك انجري. انما كلام جميل واعتبره، بس عشان اللي سامعيني بعتبره من الاحلام اللي هي غالبا غير قابله للتنفيذ، انك تبقى شغال في ديستريكت هوسبيتال وتلاقي شبكه فايكرل على مقاس الكبد وتلم باجزائه، ده حلم ان شاء الله مش هيتحقق معاك وانت في مكان بريفر. انما نظريا طبعا، واللي نفع السبلين ينفع اكتر للليفر. ربنا يكرمك يا سعاده بيه، شاكرين افضالك ودايما بنستفيد من علم سعادتك. ربنا يكرمك. ربنا يخليك. كنت هتقول حاجه ثالثه. شكرا. خليني بس يعني هتقول حاجه ثالثه. انا لو عايز معلش بس هو الكلام انا عايز كلنا عايزين نسمع. ده شرف اولا، كلنا عايزين نسمع. ربنا يخليك. انا هدي فرصه بس لحد تاني وبعدين اخش تاني. الفرصه بقى موجوده، احنا قاعدين لي بالليل. مع سعادتك يا بيه، ربنا يخليك. مع سعادتك. اتفضل اتفضل. خلي الدكتوره تشوف حد تاني وانا مع سعادتك. اتفضل. تمام.
زهرة في حد تاني؟ في دكتور وائل كاتب the role of gel foam and surgical packing despite they are not effective are they harmful. انا اظن ان هم الرول بتاعهم مينيمال قوي لو احنا عندنا يعني real bleeding. يعني في حاجات تانية بقت كمان اقوى منهم يعني السنو والفيبريلار وحاجات تانية يعني بعد اذن حضرتك طبعا يا دكتور صبوت. بس هو عايز اقول اذا كانوا متاحين sometimes في selected situations يعني الحقيقه يعني بيبقوا باب رحمه، انما الفبريلار واخواته هايل بس غالي ما هوش بديل عن repairing a serious deep injury في الليج، انما جميل بس غالي والله يا زهر. هو برضو يعني أنا مش عايزة دكتور صفوت نصرف في الأمل ويقول نقول لكل واحد عنده حالة دور على ليبر تيم. إحنا هنا بنتكلم وإحنا قاعدين في التكييف وفي حتة يعني عندنا سنترز القاهرة فيها يعني جامعة القاهرة جامعة عين شمس عندنا مستشفيات، لكن لما نتكلم بقى في أسوان ولا نتكلم في يعني في ضواحي المحافظات فاحنا يعني بالكاد العيان وصل المستشفى. ففكرة انه ادور على ليفر بقى تيم وكلام ده يعني اوقات بتبقى ما هياش واقعية. هو هستاذن حضرتك، انا عايز اقول انه 90% من الليفر يعني خلينا نقول اغلب الليفر انجريز 90% منهم مش هيحتاج يتفتح، واللي هيعوزوا يتفتحوا ال 30% اللي هيعوزوا يتفتحوا اذا مشينا بشكل علمي يعني أكتر من ثلاثة أرباعهم هيبقى well managed، الربع الباقي بتاع الثلاثين في المية ده اللي هيعوز packing و postponing the final management. حطينا packs يبقى عندنا 24-48 ساعة golden window. اللي حاسس إن القصة شديدة والlaceration عنيفة جدا ويدوبك packs controlled زي ما قال ياسر عاطف في البداية، هو عنده 48 ساعة ينقل عيانه into a better place. يبقى احنا ما نتكلمش على كل الليفر انجريز، ده انا هنتكلم على 3% من الحالات بعد ما حط باك في مكان هوش well equipped. يبقى يحط الباك ويتصرف وينقذ حياة العيان. ده كان قلقان قوي، بلاش يشيل الباك هو بعد يومين ثلاثة، عنده يوم يومين يكون نقل العيان لمكان آخر better equipped. هتلاقي في الآخر اللي بتتنقل حالات قليلة جدا ومش هتبقى عبء على حد. تمام. الدكتور اللي هو اللي رافع ايده يعني مش جهاز ريدمي نوت. طب انا اتفضل يا دكتور. دكتور صافي ازي حضرتك يا باشا بعد اذن حضرتك في بس سؤال. طب انت مين الاول عشان ده الاسم الحركي؟ عصام الزغبي يا باشا. عصام اهلا يا عصام بيه. في نوع من انواع العيانين كنت عايز اسال حضرتك على الديسيجن اللي اتاخد فيه، العيان بتاع المالتيبل تروما، العيان فيه اكتر من انجري، يعني مثلا عنده شويه عنده فراكشر بلفيس فمقعه شويه والعظم مش هيعمل حاجه يمشي كونزرفتيف، عنده شويه هيموثوراكس كونزرفتيف مش موقعه قوي، عنده ليفر انجري جريد 1 اور 2 اور 3 موقعينه شويه، التوتال سام اوف كل التروما ديت موقع العيان. انا التروما اللي تخصني في العيان كليفر انجري لوحدها ما توقعش العيان، بس العيان التوتال بيردن اوف اول ذيس تروماز موقع العيان. فهنا بقى السؤال، افتح العيان ولا ما افتحوش؟ لان انا لو هي التروما بتاعتي انا بس مش هتوقع العيان، وفي نفس الوقت اللي انا هخش اعمله مثلا زي ما سيادتك قلت في جريد 1 اور 2 مثلا تروما ليفر مش هيبقى بينيفيشال قوي، بل بالعكس الفتح بتاعي ممكن يبقى ضار لان انا مش هعمل حاجات جباره. فيبقى السؤال هنا امتى افتح العيان ده وامتى ما افتحوش، لان في الاخر يعني معلش بيتقال العيان مات عشان بتاع الجراحه ما فتحوش. اتفضل. هو بس خلينا الاول نقرا الفتحه مع بعض كده انه ننسى موضوع هيتقال مين موته. لو احنا هنرقص على الطبله دي هنمارس ديفنسيف ميديسن،
ما يليقش بينا كلنا. انسى بقى مين اللي هيقول موته، واخد بالك؟ فتحته هيقولوا موته، ما فتحتوش هيقولوا موته. حضرتك هتشير الديسيجن مع الانتنسيفست ومع بتاع العظم ومع الفاميلي، والديسيجن في البدايه انك ما تفتحوش، بس مش هتروح، روح ساعه ساعتين وارجع له، قيمه تاني وتالت، وعد له الالتراس، اعمل له التراساوند جديد، وشوف الفري انترابيريتونيال بلاد بيزيد ولا لا. البلفيك هيماتوما مفروض التامبونادنج افكت اذا كانت بلفيك هيماتوما متشق وشرط منه انه وقع الهيموجلوبين وعلى الهيماتوكريت سلمه واحده او سلمتين او ثلاثه وركن على كده. If there is a continuous evolving process هنعيد دراسه الموقف كله، مش هنقول يلا هوبا ده جريد 1 ليفر هو اللي موقعه او غير الحسبه الاولانيه في اللقطه الاولى. اللقطه الاولى في العيان اللي حضرتك بتقول عليه اللي عنده حاجه فوق مش جامده قوي وحاجه في النص مش جامده قوي وبلفيك انجري مش جامده قوي، ده هنمشي كونسرفاتيف، وبعد ساعه هنقيمه تاني، وبعد ثلاث ساعات هنقيمه ثالث ورابع، وفي توقيت معين انت هتجرجر بقيه الزملاء من هدومهم، هتجيب بتاع العظم وهتجيب بتاع تشيست معاك، وقول له يا عم تعالى قول لي هي الدنيا بتقع ليه، انا ما عنديش حاجه تكسبلين اللي بيقع. بالمناسبه حضرتك قلت كلمه احنا على ماشي هنستخدمها، ان فراكشر بيلفس هيمشي كونسرفاتيف. انا من الجيل اللي عاش سنين ان فراكشر بيلفس بهيوج بيلفيك هيماتوما، كنا بنجيب ملايه سرير ونعبط العيان بيها ونسيبه في السرير. الكلام ده انتهى من 30 سنه. الفراكشر بيلفيس محتاج اورثوبيديك سيرجن ويل تريند يريبوز الفراكشر فراجمنتس عشان يوقف الفينس انجريز اللي هي متباعده عن بعضيها، عشان يسالفج الكونتينوس بليدنج. يعني سو كولد كونسرفاتيف تريتمنت فراكشر بيلفيس ايكوال انه السينيور اورثوبيديك سيرجن يجي يا ريبوزيت باوبن سيرجري ببليتس ثقيله يا باكسترنال فيكسيتورز. انما الاجابه على الحالات اللي حضرتك بتذكرها دي وبنشوفها كتير، ان القرار الانيشيال مش هفتحه، بس هشوفه بعد ساعه وهشوفه بعد ثلاث ساعات وهشوفه بعد ست ساعات، ولو الدنيا بتتدهور هجيب الزملاء اللي معايا نريلوك، نبص تاني هو مين اللي بيوقعه، الابدومينال انجري ولا البلفيك انجري ولا التشست انجري. يبقى القرار انيشيالي كونسرفاتيف بس مش لاخر قطره في دم العيان، هنشوفه تاني وثالث ورابع. اتفضل يا فندم. دكتور مدحت المهم، اتفضل يا فندم. فندم دكتور صفوت بيه، دكتور مدحت من اسوان يا فندم. اهلا يا باشا. سؤال صغير حضرتك، بالنسبه للبيدياتريك حضرتك، بالنسبه للكونسرفاتيف مانجمنت في حالات السو سيفير يعني او الماسيف، ممكن متهيألي تدي يعني هل مثلا بتبقى زي الأضلت ولا هي ممكن بتدي نتيجة أحسن من الأضلت؟ لأن الطفل الصغير ما بيتفتح بتبقى دائما النتائج سيئة أكتر يعني. لا هو مش يكون زبرت أحسن يعني. لا 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 لا، عكس حاجة بتقوله تماما تماما، لأنه يا عيني البلاد فوليوم في الأطفال قليل جدا، التوتال بلاد فوليوم مش 5 لتر، بير كي جي البلاد فوليوم ممكن يبقى في إيج معين 500 سنتي، ممكن يبقى 800 سنتي. هو لو خسر 300 سنتي يبقى نص بلد نص، راح شوية كمان هيموت منك. هو تشالنج وهم ميت لم، إنما في الأطفال هم، إنما نحط رأسنا في الرمل وما نطبقش المعايير بتاعت الأدلتس ونقول كونسيرفاتيف لآخر قطرة في دم العيل عشان ما شيلش ذنبه إن أنا اللي قتلته وما فتحته إطلاقا، عكس اللي حاجة بتقوله. الأطفال محتاجين alert assessment and reassessment، لان البلاد لوس ان ريليشن للتوتال بلاد فوليوم، عشان البلاد فوليوم صغير في دول ممكن يكل within short period. فهي البارامترز اللي قلناها هي باكسترا كوشن، وربنا يعين عليهم البيدياتريك ايج جروب دي. شكرا لحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. طيب يعني أي حد عايز سؤال تاني يتفضل. آه
هو أنا بشكركم طبعا وبكرر شكري للدكتورة زهرة دكتور مصطفى رزق بنا، أهلا وسهلا. وألف سلام عليك، يعني شكلك مجهدة وأنت قاعدة وفي كحة، فألف سلام واو عليك. أنشفق عليكي بقى في الوقت الكبير ده، بقالك ساعتين ونص أهو بتجهزي وتعملي. ربنا يخليك. إنما بكرر شكري لأستاذنا وأخونا أنا اللي الدكتور بشكر. صفوت، لا حقيقي يعني حقيقي، يعني انت غطيت على كاس العالم ولا ماتشات ولا بتاع، كل الناس قاعدين نسمعك ونستمتع. والله انا حاولت امشي ما والله انا قدرتش. والله العظيم انا مكسوف ان حضرتك لا ودكتور لا يونس. بالعكس والله، لا 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 بالعكس، انا يعني حاجات جميلة وملاحظات جميلة وجريئة كمان، وبتقول حاجات فعلا. محاضر طبعا، بروفيسور كبير يعني، عفوا شكرنا ليك. وانا طبعا زي ما انا عارف الدكتوره زهره بتسجل الدرر دي، المحاضرات دي تتسجل والناس تستفيد منها اونلاين او على الموقع بتاعها، لانها فعلا محاضره شامله كامله ممتازه، وربنا يوفقك دايما ونسمع منك المفيد دايما. شكر جدا دكتور شكرا حسين. دكتور مصطفى شكرا. زهرة في راجل زي القمر مكشر في وشي هيسأل سؤال. دكتور علاء حبيب أظن ده راكب عربية، سيبه في حاله، راكب عربية وبيسمع وهو راكب يعني. هو غالبا ده بالغلط يا دكتور صفوت، واحنا بنعتذر عن الخطأ ده. طيب يعني انا مش شايفة أسئلة تاني، يعني معانا يعني اقل من دقيقة، اللي عايز يقول سؤال يتفضل. يعني غالبا الأسئلة كده ما خلصت. فيش، هو الدقيقة بس أنا بقول لحضرتك إن مش شرط ليفر ترانسبلانتيشن اللي قال عليها أستاذنا الدكتور صفوت، لا هو الهيباتوبيليري هيشتغل والفاسكولار هيشتغل في المناطق دي، وعندنا حوالي 27 كلية طب دلوقتي تقريبا، في كل محافظة فيها جامعة وكل محافظة فيها كلية طب، واللي ما فيهاش كلية طب عامة فيها كلية طب خاصة، فكل الاقسام بقى فيها هيباتوبيلياري وفيها فاسكولار يونيتس، فان شاء الله العمليه محلوله ان نلاقي ناس متخصصين ونطبق النصائح والعلم بتاع الدكتور صفوت على كل الحالات ان شاء الله. انا هو اشكرك. بس استاذنك هو دكتور مصطفى سامعني؟ سامع. في 53 كليه طب في مصر دلوقتي. انا بقول على كلهم ليهم المحافظات، مستشفيات يا دكتور صفوت. جامعات حكوميه. طيب خير، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير، مش كلهم ربنا عندهم يبارك يا ريس. مستشفيات. انا مش هتكلم في السياسه، احنا حلوين كده يا دوبك بتوع اصابات الكبد، وربنا يعدي على ربنا يبارك. ايوه شكرا صح. شكرا يا فندم، متشكرين. انا متشكر يا فندم، شكرا متشكر يا يا فندم، زهره، متشكر يا دكتور، متشكر للي كل حضرونا وصبروا علينا. شكرا شكرا يا جماعة، احنا النهاردة حضر لنا عدد كبير، ما تنسوش الجمعة الجاية محاضرة مهمة جدا جدا للجراحين في الجو الملبد بالغيوم اللي احنا عايشينه اليومين دول. الدكتور إبراهيم الزيات من أمين عام النقابة هيكلمنا عن الجوانب الطبية الشرعية في يعني شغل السيرجيكال براكتس. فيعني انا شخصيا شايفه انها محاضره مهمه جدا اليومين دول. المسألة القانونية يعني، المسألة القانونية. ازاي نتصرف، انا ما كانش عندي اي معلومات ازاي نتصرف لما يجي لنا استدعاء من النيابه، لما يجي لنا تقرير، لما الحاجات ديت. يعني اتمنى انه الناس تهتم وتحضر، لانه للاسف ما عادش حد بعيد عن يعني عن مساءله وعن حاجات، يعني العيانين بقوا سنين سنانهم علينا يعني. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه باذن الله. شكرا شكرا يا دكتور صفوت.